ودلوقتي معانا رواية عالمية حققت نجاح وشهرة كبيرة. الرواية اللي معانا النهاردة هي رواية مصرية كتبها الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ. نجاحها تخطى المنطقة العربية وحققت نجاحات عالمية كبيرة جدا، وكمان تم ترجمتها للغات المختلفة. روايتنا النهاردة هي رواية اللص والكلاب. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع نبتدي حلقتنا معاكم. مزج الفلسفة بالواقع فأبدع روايته الشهيرة اللص والكلاب. إنه الأديب العالمي نجيب محفوظ، الروائي الذي استطاع بعبقريته أن يصل بالرواية العربية إلى العالمية، وتعد روايته الشهيرة اللص والكلاب من أهم رواياته التي وصلت إلى العالمية، وتم ترجمتها إلى لغات عدة منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية. تعد هذه الرواية مرحلة جديدة في أدب نجيب محفوظ، وهي المرحلة الفلسفية. صدرت رواية اللص والكلاب في عام 1961 وحققت شهرة كبيرة بعد الثلاثية. تدور أحداثها حول سعيد مهران اللص الخارج من السجن بعدما قضى فيه 4 أعوام، ويستعد للانتقام ممن غدروا به. الرواية مستوحاة من قصة حقيقية لمجرم شغل الرأي العام بجرائمه في أوائل الستينيات، وأطلق عليه السفاح أو اللص القاتل. نجاح الرواية جذب صناع السينما، وقام المخرج كمال الشيخ بتحويلها إلى فيلم سينمائي بنفس عنوان الرواية. اختير الفيلم ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية ليحتل رقم 15، وكان من بطولة شكري سرحان وشادية. وتظل اللص والكلاب من أهم ما قدمه الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ، وحازت على اهتمام الكثير من النقاد والباحثين.